توقعاتك لمباراة الزمالك والداخلية وتوقعاتك مين إن شاء الله لحرز الهدف؟ لا إن شاء الله هنكسب إن شاء الله 1-0، وإن شاء الله شيكابالا هو اللي هيجيب الجول إن شاء الله. إحنا كسبنا كده كده أبو سليم، وإن شاء الله يعني الماتش سهل بالنسبة لنا إن شاء الله. الجزيري وشيكابالا ان شاء الله. هو توقعاتي ان شاء الله الزمالك هيكسب 2-0، ولا هيجيب الجون ان شاء الله شيكابالا الى اسمه ده ناصر منسي. والزمالك ان شاء الله بيلعب ماتش حلو، والماتش اللي فات عجبني قوي اللي المدرب جوميز كان بيلعب الفريق اللعيبه القديمه، ولحلاوه اللعيبه القديمه اللي هي كانت مركزه على اللعب وما بتطلعش الكوره بره. ويا ريت ان شاء الله نلعب بالثبات ده، وان شاء الله ربنا يوفقنا ببطولات، والايام الجايه ان شاء الله هنحقق انتصارات كتيره. شيكابالا 2، وفي لاعب عندكم كنت ابغى يجي نادي الاتحاد زيزو. انا باذن الله انا من اشوف زيزو صراحه جدا كبير، لاعب 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 محترف، يعني المفروض يحترف برا. اتمنى له كل التوفيق باذن الله. اتوقع 2-0، زيزو يرجع من الاصابه ونطمن عليه عشان ماتش الاهلي، وان شاء الله شيكابالا يقضي دوره برضه كقائد للفرقه، ونتمنى التوفيق للزمالك. وانا متوقع لو زيزو لعب هيجيب جول ان شاء الله، ونصر منسي برضو، وعبد الله السعيد ان شاء الله. انا متفائل لعبد الله السعيد وهيهدف ان شاء الله في الاهلي ان شاء الله.